الاطار يلعبها الى محمد الزنايفر بيتقدم يخترق الدفاع ويمور ولكن يدخل عليه اليكس بسلو سريعة فابيانو وهانز نعم سندر هانز في المكان المناسب والمدافع الصح ويطول له الان كرة طويلة عامر المحتوب وهذه المحاولة تنقطع من امامه امام صالح الشيخ سندر يسلم راشد مطيري راشد كرة مع راشد مطيري يحاول يلعبها على اليسار تقدم سليم لالكسندر هانز اللي كان معاه ويزيد ايضا عالية بيحصلها مرة ثانية ويحاول يتقدم تضرب في الاسكندر تبغى لنادي الغاتسية صالح الشيخ كرة معاه صالح بيلعبها العرضية ايضا بيكسب فيها ركنية تيم من زمن اللقاء يتقدم بهدف اخر امام نادي الشباب 2-0 لصالح نادي السالمية على نادي الشباب 4-1 لصالح نادي الكويت على نادي التضامن جدول الترتيب ما زال كما هو فارق نقطتين هنا تسديد اعزائي المتابعين ما بين الفريقين فارق نقطتين 26 سلطان العنزي يوسف ناصر يوسف نما يشيلها من امامه على الكره وليس اللاعب الكسندر هانز في انطلاقه وبدايه الجوله رقم 13 لدوري فيفا لانديه الدرجه الممتازه هذه محاوله ورميه تماس حصلها الكسندر هانز حاول يطول حلو دائما السوري المعروف فابيانو برازيلي الهداف الخطير وهذه كرة أمامية سريعة والانطلاقة للتضامن يوسف العنيزان كانت تكون واحدة من أفضل وأحلى الأهداف ولكن مرت بسلام على مرمى سليمان عبد الغفور المباراة الأول الشباب متقدما بالنتيجة والكرة العرضية الآن ولكن إلى برا ملعب كرة عبد العزيز منتخب هنا كرة ناحية اليسار ننتظر عرضية عربوية لكن بيشيلها ووليد البريتشي الكبير وليد البريتشي صانع ولا مش راح يلعبها بينية حلوة لكن أليكس واضح ومر في الأمام أليكس طايحهم طبعا الشوط الأول اللي انتهى فيه تقدم كان يحرص دائما ما يعمل الخطأ لأن أنت تبي ركلة جزاء إذا ما سجل ولذلك أنت تعمل الخطأ لسيف الآن بدر مطوع ركنية لبدر مطوع مع الدقيقة 22 القادسية بدر يلعبها وأيضا يبعدها دفاع نادي في نادي القادسية سواء أكسل ماي أو إيغور جاكسون ألكسندر هانز هانز يا هانز وين بيلعبها بهدف مقابل لاش والله ما مداني أتكلم عن كاظم سجل هدف الآن بدر مطوع يلعب له كرة على طول لكن تغطية موجودة يراجع يدافع يوسف نيزان وهذه ملعوبة يبعدها أبرز لاعبي نادي القادسية ومنتخبنا الوطني ولاعب كا فالوزار وهذا إيغور ألكسندر طويل قادر يحد من خلاص انقطعت من جاكسون الغاني ما استفاد منها جاكسون تبقى ألكسندر هانز هانز طويل شوف جو جسمه هذه البنية الجسمانية اللي نتكلم عنها ملعوبة توصل خطرة راح تلعب ناحية الشمال يغير بدر يغير ويلعب له كرة أليكس تقفل عن بعض اللاعبين عن المدربين هذه اللي هي الميزة ميزة اختيار النظرية للحكام عبد الهادي العنزي حكم المساعد الكويت تمريرة إلى جمعة سعيد لكن ألكسندر في التغطية ألكسندر بيلعب الكرة إلى أليكس يرسل الكرة إلى أقصى اليسار ولكن التضامناوية ولكنها ما اكتملت التعادل مو مفيد التعادل ما يفيد التضامن أهداف أكيد متعة هي اللي تعطي التقدم هي تعال احنا جايبينك تسجل جايبينك ومحترف أي موظف فيجب أن تسجل أهداف وفرص مثل هذه إذا تكررت إعادة النظر لاعبين التضامن متراجعين للدفاع وهنا سليمان عبد الغفور بيلعب الكرة الطويلة ولكن قلب الدفاع بيختاره ونشاهد الأهداف في الدقائق القادمة من عمر شوط المباراة الثاني كرة بيلعبها أليكس ناحية اليمين بياخذها والتحضير بالخط ولا مش راح يلعبها بينية حلوة لكن أليكس واضح أليكس الشباب من جديد ولكن بتتخلص من اللاعب فالو
بالدقيقة 53 يسجل هدف الثاني. لا ينافس على القمة ومنطقيا كذلك بعيد عن منطقة النزول. في الدفاع ينقل كثر ما يقدر. كرة حلوة طويلة ممكن. الله حلوة يا ولد. حلو يا ولد. مشاري يقول أنا بالنص والحقه وانتوا واقفين. صحيح انت يعني ممكن يهجمون عليه. هذه كرة حلوة ملعوبة للتضامن. كرة عليه راح يتركها للحارس. لأن مسكها أول شيء ما يصير. مشعان الشمري إلى ألكسندر هانز. ألكسندر هانز باصات يعني تمريرات متقنة من ألكسندر هانز. وخسر ونادي تضامن جمع نقطتين وخسر. الكرة ملعوبة. الكويتي قد يكون التضامن يحقق نتيجة إيجابية أمام نادي الكويت. قد تكون هذه النتيجة الإيجابية. والنقلات والتمريرات تهدئة اللعب من لاعبين نادي التضامن. من ألكسندر طويلة هذه الكرة. محاولة موجودة. ألكسندر هانز الثانية. خمس دقائق الدقيقة 50. فبالتالي بدل ضايع كنت تكون ممكن على الخط على الخط على الخط على الخط على الخط وغير رايه. وحلوه ممكن حلوه. الرام مو مبين فما يلام اي معلق اخر احنا وغيرنا. مع انديه النصر العربي السالميه والكويت. والكره تنشال او المحلل او الصحفي فابيانو يهيئ الان لكن هانز يقطعها. منصور والمنصور يلعب كرة طويلة وأمامية. الوقت بدل الضايع خمس دقائق الدقيقة 50. فبالتالي بدل الضايع إيه. وانقطعت وعادت الآن. يا سلام على الخبرة الحقيقة والمرور الجميل من هذا المدافع الإسكندر هاند. إلى أكسل مرة ثانية بتنقطع الكرة وتوصل إلى القحطاني. القحطاني قطع الكرة أكسل بالفعل. رشيد فراج بيلعبها إلى تويتان وعرضية. الله أليكس على التعادل او التقدم اعني في الدقيقه من نادي القادسيه بعد فوز نادي الكرامه السوري. الكره ملعوبه توصل راس يلعبها ملعوبه لكن قبل ان يصل لها احمد عبد. وخسر ونادي تضامن جمع نقطتين وخسر. الكره ملعوبه ممكن يمنها جول. الكورنر واللعبه الكره راح ترفع. الله حلوه. كونكوني طويله يلعبها. أليكس يلعب له كره الخط. طبعا ناحيه الخط مجنح معاه وخطورتها توصل ملعوبه الطرار والالكسندر. الكسندر يا سلام. الكسندر سلام تمريره الى فيصل زايد. فيصل زايد يلعبها وين الى صابر خليفه. صابر يلعبها مع الكره صابر يلعبها وين لكن يبعدها على طول. يمرر الى فيصل زايد مع الكره. المرور عادي يلعبها لكن الكسندر. لكن بعد ذلك عدت ومرت بسلام على مرمى فريق نادي احمد. يلا مشاري دقيقه. الباب الحديدي لنادي العربي وتلعب يحطها يتابع السك. عام 2000 و2001 يعني الجيل اللي حقق هذه بطولة الدوري 1999-2000 بسلام. في التنفيذ حاليا بتوصل لصالح نادي التضامن هذه الكرة أو شيء من هذه الأمور. أمور غير معلومة لكن نحن نضع فقط الاحتمالات لهذا الطرد. هل يسمح؟ رقم 14 علي مقصيد بيلعبها الآن عالية وبالرأس إنما بيشيلها من الخاطئ. كرة منقولة توصل خطيرة الآن إلى بدر. آخر كان لقب 2018 القوة الجوية. 2008 الهداف كان جهاد الحسين. 8 أهداف سجلها. طيب الذكر جهاد الحسين أحد اللاعبين المحترفين اللي تألقوا بشكل كبير جدا في. بيلعبها إلى سومة. تخطف من أمام سومة الى اليكس. اليكس الكره معاه. اليكس رايح. اليكس بيتقدم ولكن تطلع الى